ليش ما نشوف كل دوائر الدولة اليوم تعمل بنظام الدفع الإلكتروني؟ هو ليش ما يعني يريد لها جهاز إداري أوسع، يريد لها قانون يدخل بكل تفاصيلها. يعني أنت من تيجي تحسب، يمكن بعد ما شملنا ما أدري يعني أكو نسبة 10% من المصاريف مال المجتمع، ما أعتقد. فهاي يعني خالد تتحدث عن 20 مليون شخص أصدر بطاقة. أستاذي الكريم، 20 مليون شخص أصدر بطاقة يمكن الاستخدام مالها 10% 15%. صحيح. لكن من تقول لي أنا أروح على الكهرباء أحاول على حتى كارت التقاعد، يعني عندنا 6 ملايين متقاعد، يا أنتوا لا تروحون للدوائر، هذا الكارت مالكم، شقد يجيك اقطعها من الراتب وخليه، وانت لازم تدفع. لازم تدفع، يعني مو عندك مثلا خيار ما تدفع انقطع كهربائك، ما تدفع انقطع مائك. فهاي تحتاج ثقافة، هاي تحتاج خروج من الهدف اللي دا ينطرح هيش هالقد مبالغ جمعنا. انا اريد عملية الانتشار، عملية الانتشار تحتاج أكثر ثقافة وأكثر تركيز وأكثر اندفاع. يعني أي الوزارات بها جبايات، ثلاث أرباع الوزارات مالنا بها جبايات. أركز عليها كدوائر يصير شمول. عملية الشمول بالتكرار خلقت ثقافة، يقوم الانسان اللي بيطلع له شده باعون هيك عليه صفح، ليش ما عندك كارت؟